طمنا شو قال الدكتور؟ قال إنه ماما كثير مصدومة من الحكي تبع سفيتا، مشان هيك هي بهي الحالة. الدكتور طلب منا إنه ننتبه عليها، أي صدمة جديدة أو أي توتر ممكن يكون خطر كثير كبير عليها. مازن؟ مازن لا فهمت. لا لك انت خليك مع امك. هو ليش؟ 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 انا ما انت شو اللي جابك لهون؟ ما بدي. في شي تاني نسيت امك قلتلنا اياه وانت جاي تكمله؟ امي؟ ايه امك اجت لهون وهانتنا كتير لعلمك، وحكت حكيت كتير شغلات بش على بنتي جانو، بس هلا ما بقى عنا قوة أو قدرة نتحمل أي شي تاني يا ابني. بعد يلي حكته أمك عن بنتي جانو إنه بنتي أمية وإنه بنتي معقدة وإنه عيلتكم فضلت علينا لما قبلت تتصاهرنا، وبنتي ما قدرت تبرهن لعيلتكم الكريمة إنها جديرة بالاحترام لهيك كبيتوها برات بيتكم. ولسه في شغلات تانية حكتها أمك وما قصرت. بابا أنا سد بنتي هلأ صارت وحدة مهجورة مو هيك؟ فإذا أنت ليش جاي لهون وعم تضيع وقتك معنا؟